السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، أخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة. ما تنسوش إخواني دعمونا بزر الإعجاب باش الفيديو يطلع ويحقق نتائج إيجابية. باش ما نطولش على أخوتي، نمروا الآن الأهم عناوين حلقة اليوم. أوهام الجزائر والبوليزاريو، عسكريون مغاربة يفقدون ذاكرتهم في ساحة المعركة وطائرات إسعاف مغربية تنقل الجرحى. بدعم أوروبي، مشروع بقيمة 35 مليار سنتيم في مجال الطاقة والبيئة بجهة طنجة. الجزائر تهاجم الرئيس التونسي الأسبق بسبب مواقفه الداعمة للوحدة الترابية للمغرب. مناوشات على الجدار الدفاعي للصحراء المغربية، القوات المسلحة الملكية توضح. منتدى القوات المسلحة الملكية يوجه رسالة للمغاربة. لجأت وسائل إعلام جزائرية وأخرى تابعة لجبهة البوليزاريو إلى نشر فيديوهات وتقارير كاذبة تستهدف المملكة المغربية، وذلك منذ التدخل الناجح للقوات المسلحة الملكية في القرقرات يوم 13 نوفمبر من أجل إعادة فتح المعبر الحدودي الوحيد للمملكة المغربية مع موريتانيا. ولم يتوقف الإعلام الجزائري والإعلام التابع لجبهة البوليزاريو عن نشر أخبار كاذبة عن الوضع في الصحراء المغربية منذ التدخل العسكري المغربي في القرقرات يوم 13 نوفمبر الماضية، من أجل طرد موالين لجبهة البوليزاريو من المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا. ويوم أمس نشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية خبرا يتحدث عن انهيار عصبي وسط الجيش المغربي وعن فقدان جنرال الذاكرة بفعل القصف الذي تقوم به جبهة البوليزاريو. ونقلت الوكالة الجزائرية الخبر عن موقع موالي للجبهة الانفصالية وقالت إنه معلومات موثوقة بين مزدوجتين من مصادر مدنية بمدينة أكادير تؤكد أن المستشفى المركزي الحسن الثاني استقبل الأحد الماضي عسكريا برتبة جنرال في حالة فقدان ذاكرة بعدما أصيب بانهيار عصبي حاد في ساحة المعركة تحت قصف وقذائف بين مزدوجتين الجيش الصحراوي. وأضافت أن ضابطا آخر الثلاثاء الماضي أصيب بنفس أعراض قائده، وأن هناك حالة أخرى لم يتمكن من معاينتها تعاني نفس الأعراض من انهيار عصبي وفقدان الذاكرة. وتناقلت الخبر عدد من الصحف الجزائرية كصحيفة المساء وصحيفة النهار التي نشرته على صدر صفحتها الأولى. حاضي مجلس جهة طنجة طوان الحسيمة بدعم مالي هام من الاتحاد الأوروبي بقيمة 35 مليون درهم لتمويل مشروع مصالح خدمة الطاقة والمناخ من ضمن 1000 مترشح ضمن بلدان البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط للحصول على هذه المنحة. وسيغطي الدعم الأوروبي فترة 4 سنوات، كما يرم هذا المشروع خلق 8 مصالح محلية موزعة على مستوى عاملتي وأقاليم الجهة، وكذا وضع شبكات مؤسساتية مهيكلة للتنسيق والتعاون فيما بينها. وتمكن مهام هذه المصالح من تقوية قدرات الفاعلين الجهويين والسلطات المحلية للترافع عن قطاعات الطاقة والبيئة والمناخ والتنمية المستدامة، وكذا تكوين الشباب وإدماجهم في سوق الشغل المتعلق بالمهن الخضراء. ويتطلع مجلس الجهة من خلال هذا المشروع إلى إنجاز مشاريع التنمية المستدامة بتمويل من أطراف أجنبية، وهو من شأن أن يؤهل مجلس الجهة لجلب استثمارات وتمويلات أجنبية لفائدة الجهة في هذا المجال، كما يشكل هذا النوع نقلة نوعية في الاستثمارات الكلاسيكية إلى الاستثمار الأخضر، مما ينعكس على مستوى عيش الساكنة في ظل الإكراهات والتحديات الطاقية والمناخية الآنية. أصبح الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي هدفا جديدا للانتقادات الأشقاء بين مزدوجتين الجزائريين بسبب مواقفه الداعمة للوحدة الترابية للمغرب وجهودي في كشف وهم إحداث جمهورية جديدة في الصحراء المغربية. ومباشرة بعد تعبيري عن موقفه من التطورات الأخيرة في المنطقة خلال ندوة مغربية مساء أمس، خرجت أصوات جزائرية لمهاجمة المرزوقي متهمة إياه بخوض حملة حاقدة. ووفق ما جاءت به وكالة الأنباء الجزائرية التي أوردت تصريحات للناشط الجزائري محرز العماري يهاجم فيها الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي ويتهمه فيها بخوض حملة حاقدة ضد الجزائر
مستشهدا باستراتيجية مواجهة تستهدف تحميل الجزائر عرقلة ملف الصحراء. وكتب الرئيس الأسبق للجنة الدولية الجزائرية للتضامن بين مزدوجتين الشعب الصحراوي محرز العماري في رسالة مفتوحة وجهها للرئيس التونسي الأسبق قائلا: من المؤسف أن نلاحظ أن محمد منصف بن محمد بدوي المرزوقي يواصل تبني موقف سلبي واستراتيجية مواجهة وهروب إلى الأمام من خلال الاستمرار كما هو الحال دائما في حملته الحاقدة للتشهير والهجوم على الجزائر نوفمبر 1954. أرض الحرية والعزة والكرامة والشجاعة بين مزدوجتين. واتهم العماري المرزوقي بالعمى كما قال إن عمل منصف المرزوقي يهدف إلى تجاهل واقع تاريخي أكدته الشرعية الدولية مرارا وتكرارا. وقال منصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق مساء أمس السبت في ندوة للجمعية الموازية في الرباط عن برنامج زوم إن سياسة الجزائر اتجاه النزاع حول الصحراء المغربية بين المغرب والبوليزاريو حققت أربع كوارث: أولهم يتعلق بالكم الهائل من الموارد المالية التي بدل أن تذهب إلى تنمية الجزائر يتم إنفاقها على التسليح وتذهب لدعم البوليزاريو ولم يغنم منها الشعب الجزائري أي شيء. وأضاف المرزوقي: نتحدث أيضا عن تضييع المغرب لموارد مالية مهمة أنفقها على التسليح. بينما ذكر المرزوقي ثالث الكوارث المتعلقة بجمود في تكوين اتحاد مغاربي. وأخيرا ما يتعلق بالوضع الكارثي للصحراويين في مخيمات ندوف. وتساءل الرئيس التونسي الأسبق: ما الذي سيحدث في 40 سنة المقبلة؟ هل يتصور عاقل أن ينهار المغرب وتكون هناك دولة مستقلة في المنطقة؟ فالجزائر بنفسها تعترف أن هذا السيناريو غير ممكن مطلقا. بعد أن روجت قوة الانفصال معلومات مضللة تفيد عن وجود تحركات معادية بالقرب من الجدار الدفاعي بالصحراء المغربية، كشف منتدى القوات المسلحة الملكية أنه منذ 13 نوفمبر الماضي لم يحدث أي طارئ يمس بأمن وسلامة مستخدمي معبر القرقالات في كلا الاتجاهين. وأوضح منتدى فارماروك في تدوينة على صفحته بالفيسبوك أن المنطقة تعرف على طوار الجدار الدفاعي وضعا هادئا ولا يشهد أي توتر منذ ما يزيد عن الأسبوعين. وأوضح المنتدى أن عمليات تعبيد القرقالات وإعمار المنطقة لا تزال متواصلة بعد أن قام رجال القوات المسلحة الملكية بتأمينها وبناء جدار أمني جديد أعاد المنطقة لحضن الوطن، ولم يعد وجود لأسطورة الأراضي المحررة إلا في مخيلة الانفصاليين. وجه منتدى القوات المسلحة الملكية رسالة بين من خلالها ظروف الحرب في الصحراء المغربية الأهمية التي تكتسيها القوات المشاة الخفيفة والسريعة التابعة للقوات المسلحة الملكية، وكيف تلعب هذه الفيالق المتقدمة أدوارا قتالية وهجومية لحسم المعارك الميدانية، وهو ما يثبت نجاعتها في أي تحرك عسكري في الصحراء لمواجهة الانفصاليين. وأشار منتدى القوات المسلحة الملكية إلى أن ظروف الحرب بالصحراء المغربية تثبت أهمية التوفر على قوات من المشاة خفيفة وسريعة الحركة وبسلاح نوعي وفتاك، مبرزا أن دور المشاة المحمول في القوات المسلحة الملكية قد تطور منذ السنوات الأولى للحرب. هذا الدور المحوري للقوات المشاة تطور أكثر بعد حصول القوات المسلحة الملكية أسلحة ثقيلة متطورة لمواجهة عدو سريع الحركة وبسلاح نوعي متجدد، وصل حد استعمال أسلحة مضادة للطائرات لمواجهة وحدات برية وتزويدها بمضادات مدرعات فتاكة. وشدد المصدر ذاته على أن ظروف الحرب بالصحراء لا تتطلب دبابات ثقيلة ولا تزويد الجنود بتجهيزات ثقيلة مضادة الرصاص وغيرها من التجهيزات التي تتجاوز معظمها 30 كيلوغراما، مبرزا أن المدفعية الملكية والطيران الحربي والمشاة المحمول والميكانيكية بدعم ناري لعربات مدرعة بمدافع من عيار 90 ملمترا و 105 ملمترا كانت مجتمعة أهم أسباب حسم الصراع ميدانيا لصالح المغرب. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال إعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غدا إن شاء الله.